أنا الحين جاهز لكم. يلا منو الشجاع فيكم يتقدم يجرب قوته وياي؟ أنت بروحك ونحن أكثر منك، وأضعف واحد فينا بيغلبك، بس أنا اللي بقضي عليك. هذا اللي عندكم؟ ما في حد أقوى عنه؟ هاي هي قوتكم؟ أصلاً أنتوا فشلة وما أعرف عشو مسوين فيها قراصنة. أنا أقول لو تروحوا تشتغلون حمالية في سوق السمك بتستفيدون أكثر. أنتوا مو بمال قرصنة وضرابة. بس أنا ما بتروم علي، راوني قوتك الحين. أظني أن أنت اللي يسمونك كابتن مخلب. أنا جاي هني أدورك لأنك مطلوب للشرطة بسبب قضاياك في القرصنة. فهمان شو بلاك؟ طمني عليك، باين عليك وايد تعبان. ها انا بخير، ما فيني شيء، بس شويه دوار بحر. على طار البحر، شوف منظر البحر يرد الروح. الواحد في هالمكان يقدر يقعد يفكر على راحته ويتامل. صح كلامك، انزين كل شيء حلو هني وحتى البحر حلو، بس مو بيوم اكون انا فيه. فهمان شكلك تعبان من البحر. انا لا، ما فيني شيء، بصحة وعافية الحمد لله. بس انت شو جايبنكم هني؟ نحن هني لان وصلتنا تقارير عن القراصنة، فطلب المحقق خلفان منا التواجد هني عشان نحمي السفينة من اي احتمالية للسرقة. من بي يسرق السفينة والمحقق خلفان موجود؟ يا جماعة شو فيك؟ خبرني، ليش تصيح؟ الحمولة كلها انسرقت. مستحيل، كيف يقدر شخص يدخل السفينة وأنا وفاطمة مراقبين كل مداخل ومخارج السفينة؟ صح كلامك، غطينا كل مكان، مستحيل حد يركب السفينة بدون ما يشتغل المنبه. كيف قدروا يسرقون الصناديق؟ لازم فريق كامل يكون هنا عسب يشلونهم. شخص واحد ما يقدر يحرك صندوق واحد لأنها كبيرة وثقيلة. ها؟ مستحيل تكون عصابة كاملة دخلت السفينة والمحقق خلفان وفانتوم مراقبينها. يمكن عمال السفينة نزلوها بس انت ما انتبه. لا ما نزلوا شيء، من وصلنا وانا كنت عند الباب وشفت كل العمال مروحين، وبعدها رحت غرفتي. ما علي، لا تحاتي، ان شاء الله انا والفريق بنحصل السارق وبنرجع لكم الاغراض باذن الله. انت توكل الحين وبنتواصل وياك لو في اي مستجدات. المشكلة هاي أغراض شركات وأمانة عندنا ولازم نتحمل الغرامة، وأنا بتفنش من دوامي. خلي إيمانك بالله قوي وخلي الباقي علينا، وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. وإنتوا الحقوني في غرفة السفينة، أباكم في اجتماع مغلق. أنا الحين مو بفهمان، ليش جبتنا داخل الغرفة وما كلمتنا برا؟ لأن مدام الحمولة انسرقت فيمكن القراصنة بعدهم موجودين في السفينة. بس كيف قدروا يدخلون السفينة وفانتومي ما لاحظ؟ مؤخرة السفينة تنفع كمكان يكون في قارب صغير ينتظر، لأن ما شيء إضاءة هناك وشيء مراوح كبيرة فما حد بيسمع صوت محرك القارب. بس مستحيل هالقراصنة ركبوا السفينة من وراء، لأن هناك المراوح ما تعطي مجال حق أي حد يمر. شو قصدك؟ أتوقع إنهم كانوا في السفينة قبل لا توصل الميناء. إنزين شو بنسوي الحين؟ فانتومي اسمع، أبا منك تلقى لنا تردد للأجهزة اللاسلكية، ما بحد يقدر يسمعنا أبدا. حاضر سيدي، بس ليش؟ لأن بنكون في مهمة سرية. بابا أقول لك بتجرب، يعني بتجرب.